معكم انور من مارتين 38 سنه 10 سنين ديال ديال المعاناه جوزنا العاده الشديد ما خلينا اوروبا ما خلينا المغرب ما خلينا فين مشينا قتلونا هاد الدوايات ما كاين غير الدواء ما عرف شنو قلنا لهم زيد هاد الدواء هاد كيقول لك السياتيك هاد اللي لك الروماتيزم هاد اللي كيقول لك ما عرفتش شنو خصك شي عطاه مع الروما ومرطونا ما خليت فيه مشيت و و... والله ما كنقدر واثنين حنيني والو هاي زعما تحني هاي والله لا حنيتي 10 سنين ديال الدواء عشر سنين ايوا دابا جينا السباحه مشيت عند عند السي السقال احسن دكتور عندنا في تطوان بعد الصراحه مشيت عنده ومن بعد شاف شنو كاين عاودت له شنو كاين شنو كاين قال لي عندك ثلاثة ديال ديال الحلول عندك السباحة يوميا في البحر الماء البارد انت شفتو اليوم شنو كاين واحد مهم قالك السباحة والماء البارد عطاني ندوش بالسباحة والماء البارد اقسم بالله اش غنقول لك يا سلام حسيت الراحة تستعمل الصراحه الراحه التامه دابا سيمانه انا كنقدر نحني كنتمشى كنجري اما انا كنت عشر سنين وانا في المعاناه عرفتي شنو عشر سنين ما خليت فين مشيت اسبانيا فرنسا والله ما كاين دواء ولا اللي كيقول كيقول لك لا هكا الدواء هذاك الريسيتا يلا هو بينغا وفي الدار دابا صافي الماء بارد الماء البارد حيت البوطه بيعتها حيت تابعتها بقيت باخر ما عندي ما بمب... ندير شي بوطا بمب... 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 بش... في حيدنا دابا باش في الصباح كتنوض الماء بارد في الليل كتجي الماء باردين نصيحه اخوتي اللي بغى يداوى اللي فيه الشقيق الحريق في الراس في كتافو في يدو في رجلو في, في طارو قسما بالله الدواء فين هو الدواء البلايا عطيه البحر في الدار الماء باردين في الليل الماء باردين في الصباح الماء بارد ما كاين حتى شي حاجه و انت بخير غادي تبقى بخير قسما بالله ما حنا عانينا هكا دابا هادشي في سيمانه في سيمانه بنات الشادو خسروا في الفلوس ما خلينا في خسرنا الفلوس ما خلينا في مشينا الرباط مشينا طلع كازا طلع كنا طلع نفس طلع طنجه طلعنا الاوروبا شافوا ما كاين والو صافي قلنا صافي جا والله تيسير عاود ولكن دابا الحمد لله الحمد لله دابا بخير سيمانه هذه دابا نقدر نحني نقدر نجري اما كنت تخصني الدواء ضروري خصني الدواء في الصباح ولا في الليل يوميا اذا ما كانش الدواء المهم اخوتي قسما بالله اذا الحاله اللي بغى يتشافى الشقيقه اللي كتجي الشقيقه يوميا ها البحر ها الماء بارد اذا بقات فيه شي حاجه صلصوا على النبي انا دكتور رضا السقال طبيب عام في مدينه تطوان وبغيت نهضر على الحاله ديال انوار آه، واحد المريض ديالي جا عندي مؤخرا آه، عانى مده عشر سنين بواحد الالم في جميع المفاصل الجسم ديالو في الظهر في المفاصل ومشى عند جميع يعني بزاف الاطباء في المغرب وخارج المغرب لمده عشر سنوات واستعمل جميع الادويه ديال هذه الامراض ديال المفاصل منها المضادات مضادات الالتهاب ومضادات الالام الى اخره وما حتى نتيجه حتى جاء عندي مؤخرا هذه آه واحد الشهر فبعد الفحص ديالو فاقترحت عليه واحد العلاج اللي مولف انا كان اقترحه على المرضى ديالي واللي كنستعملو انا آه شخصيا هو السباحه في الماء البحر الماء البارد في هذا الوقت في هذا في الليالي طول السنه يعني السباحه في الماء البارد طول السنه وحتى الدوش في الماء البارد فالسباحه في الماء البارد والحمد لله بعد ما ما دار هذا العلاج في ظرف 15 يوم 20 يوم حالته تحسنت بزاف ويعني بواحد الشكل تقريبا اعجازي هو هو براسو يعني تعجب وهذه السباحه في الماء البارد عندها فوائد كثيره منها تقويه المناعه وتقويه العضلات وتقويه الدوره الدمويه ومضاد للاكتئاب ويعني كلها فوائد كلها فوائد وانا شخصيا كان عندي واحد الـ واحد الـ التهاب في, في الكتف في الايمن وما ما بريت الا بالسباحه في الماء البارد وفوائد كبيرة وهذه القضية اللي كيقول الناس أنها يعني أن غيضربوا البرد وغادي آه يتروح إلى عام في الماء البرد هذه كاع ما كايناش أبدا بالعكس غتقوى المناعة ويصدق ما, كي بر... ما كيمرضش بال... بالرواح وما كيمرضش بال بالامراض الصدريه والانفلونزا السنويه فهذا هذا هو